يعني زي ما بيقولوا اخوان راكيتيتش لعبوا كرة كبيرة، احرزوا الهدف الاول، احرجوا برشلونة الى ان ادرك اراخو المدافع هدف التعادل، وخرج بنقطتين لكل فريق. نعم، بنقطة لكل فريق. مباراة برشلونة واشبيليه ايمن، انت كما تعلم ان برشلونة في هذا الموسم بالتحديد لا يمر بحالة جيدة ابدا على مستوى الصعيد الفني، الصعيد المالي، الصعيد حتى على الصعيد البشري. يعني غالبية الشباب الآن، غالبية اللاعبين الموجودين هم من لاماسيا، لاعيبة صغار في العمر ولكن يبشرون بالخير لمستقبل برشلونة كثيرا. يعني لاعبين أصبحوا دوليين في أقل من 4 أو 5 مباريات على مستوى الفريق الأول. تشافي قام بعمل كبير حتى ولو أن في المباريات الأخيرة ما أسعفته في الفوز، ولكن يعني أطفى صبغة على الفريق التنافسية. نعم في أخطاء، يحتاج إلى لاعبين، يحتاج إلى تدعيم في الشتوية القريبة، ولكن في مباراة إشبيليا برشلونة ظهر بمظهر مختلف عن مباراة بايرن ومباراة حتى في دور الأبطال، ولكن أصبح الفريق يقدم كرة، أصبح له صبغة، أصبح له يعني فلسفة اللي فلسفة برشلونة القائمة. هذا ما وعد به تشافي انه يحدث مع برشلونه بنهايه الموسم.